السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناه الرياضيه على اليوتيوب. جئت لك اليوم لكي اطلعك واخبرك عما يحدث في التحرير المستديره من اخبار وتفاصيل هي الاهم. سنتحدث في هذه الحلقه عن اخبار الدراويش وعن اخبار الكره المصريه بحياديه ومنطقيه. سنتحدث واخبرك واطلعك عن ما يدور من كواليس واخبار هي الاهم. فلا تتركني. حلقه اليوم بها الكثير من الالغاز وبها الكثير من الاخبار المهمه. سنتحدث في هذه الحلقه عن ما حدث من تأجيل الجولة 17 ومن فساد وتغيير مواعيد بآراء أشخاص لا يهمها الجمهور ولكن من يهمها هو المصلحة الشخصية. وأيضا سأخبرك وأطلعك عن استكمال معسكر الإسماعيلي وتعديل في تدريب الإسماعيلي بعد تأجيل مباراة الإسماعيلي وسموحة. وأيضا سأخبرك عن أو أطلعك عن عودة محمد حسن للتدريب الجماعي وإصابة 2 من لاعبي الإسماعيلي بإصابات عضلية. وسنتحدث أيضا في هذه الحلقة عن اجتماع به الكثير من الألغاز في من مسؤول الإسماعيلي. كان اجتماع أول أمس كان في بعض المناقشات وما سيحدث فيما بعد. وأيضا سنتحدث في هذه الحلقة عن مباراة اليوم. عندنا مباريات في البريمير ليج ومباريات في دوري ابطال افريقيا ومباريات هامه في هذا اليوم. مش طالب منك كتير يا صديقي فضلا وليس امرا. تفضل معايا اخر حلقه عشان معانا اخبار هي الاهم. واشتراك واللايك والسبسكرايب هم ندعم هذه القناه ولن تكبر هذه القناه الا بدونك. فانت عارف ان اخوك وحبيبك الحبيب الذي يدعم كيان دراويش مصر دراويش العرب لدي مهمه وليس مهمه لن تكون صعبة عليك لان انا عارف ان كل حبايب الحريف وعارف كل حبايب عاشق الدراويش احنا بالملايين. عايزين نعرف بقى القنوات المنافسة احنا قد ايه وكم مليون. فاشترك واللايك والسبسكرايب هم من يكبروا هذه القناة ولن تكبر هذه القناة الا بدونك. وقبل ما نقول نصلي على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم وننطلق في حلقة هي الاهم عما يحدث داخل جدران نادي الاسماعيلي وعما يحدث في الكرة المصرية من فساد كروي. طبعا البداية من تأجيل الجولة 17 من الدوري المصري. طبعا عندنا أربع أشخاص يديروا الكرة المصرية ويديروا المنظومة ويفسدوا المنظومة وليس هي إدارة هي فساد. رأس الأفعى عامر جمال علام أحمد دياب وعامر حسين. مالناش دعوة اللي بعد كده سيبك من اللي بعد كده دول اللي هم الراس الكبيره دول هم اللي بيخشوا على طول تمام. الناس دي بتدور الدنيا على مزاجها. الناس دي حابه تعمل اللي هي حابه تعمله ما بتاخدش اراء حد. احنا عايزين ننفذ فبننفذ. انا عايز اقول لك يا باشا ان دوري لوشن السعودي الموسم الجديد اتحدد وهوريك اتحدد الموسم الجديد هيتلعب امتى وهينتهي امتى وهيتوقف امتى والبطولات امتى كل حاجه يا باشا. الدوريات كلها في العالم دوري لوشن بريمير ليج ليجا ما بص مش عايز اقول لك حتى دوري ابطال افريقيا بيبقى محدد هيبتدي امتى وهينتهي امتى. ولكن الكره المصريه في تراجع في ظل وجود ثلاثه من الاشخاص يعملوا الحساب الشخصي وحساب انديه محدده من الاخر ده بالنسبه. طبعا بعد تأجيل كان من المفروض الإسماعيلي يلعب الحد كان المفروض المطوشة تبقى حد 2 3 المطوشة تبقى 3 4 خميس جمعة لا آسف 4 خميس جمعة تمام. طبعا تأجيل مباراة الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز لمدة 3 أيام لتقام أيام 3 4 5 إبريل الحالي. وتأجلت مواجهة الإسماعيلي وسموحة والجونة والمقاولون وسيراميك كليوباترا وزد على أن تكون المقرر إقامة كان المفروض أن تكون يوم الأحد ولكن بعد التغيير ستقام يوم الأربعاء 3 إبريل وليس الإسماعيلي أو الثلاث مباريات لا. أيضا تأجلت مباراة إنبي وفاركو والمصري مع الاتحاد والبنك مع الداخلية لتقام يوم الخميس 4 ابريل كانت من المفروض تكون يوم الاثنين.
وتأجلت أيضا مواجهة بيراميدز وطلائع الجيش لتقام يوم الجمعة بدلا من يوم الثلاثاء. فإدارة سياسات بتدير على مزاجها، بتدير وقت ما هي تحب، ده في ظل فساد ولن نتقدم إلى الأمام في ظل وجود هذه الأشخاص التي تفسد الكرة المصرية. ده بالنسبة طبعا الكابتن إيهاب جلال قال لك إيه؟ استكمال المعسكر، محدش هيمشي، استكمال المعسكر مغلق وتدريب اليوم الكامل استعدادا لمباراة سموحة، وإحنا زي ما إحنا مكملين، وإحنا زي ما إحنا محدش هيمشي، إحنا موجودين، إحنا استمرار العمل زي ما إحنا، يعني عشان إيه؟ مش عايزين إيه؟ نخرج من اللي احنا فيه، السيستم اللي احنا الكنترول اللي احنا ماشيين عليه نفضل عليه. طبعا قلت لك ان محمد حسن هيعمل اختبار قبل اللقاء، وبالفعل عمل اختبار في تدريب امبارح او قبل تدريب امس، وعوده محمد حسن لعقود توسط اسماعيلي بعد عمل اختبار في تدريب امس، وتاكد ان اللاعب جاهز بعد ما كان يعاني من إصابة بشد في عضلة السمانة، عاد للتدريب الجماعي. محمد حسن سيعود اليوم إلى التدريب الجماعي، ولكن امبارح اللاعب عمل له اختبار واللاعب تأكدوا أن الإصابة رجع أو عاد من الإصابة. نتمنى لمحمد حسن لأنه لاعب جيد في خط النص، دبابة الدراويش في خط النص. ده بالنسبة لمحمد حسن. طبعا امبارح حس بآلام كل من عبد الرحمن ده وعلي الملواني. أصيب اللاعب عبد الرحمن الده بإجهاد بالعضلة الضمة، وعلي الملواني بإصابة بعضلة البطن أمس في تدريب أمس. وفضل الكابتن إيهاب جلال راحة اللعيبة ويعمل لهم يعني إيه الدكتور هشام يبتدي يشوف الدنيا هيقدروا يقعدوا التدريب الجماعي أو يستبعدوا عن مواجهة سموحة، فهيشوفوا برضه الدنيا فيها ايه بالنسبه للاثنين اللعيبه ده. طبعا بيقول لك الكابتن ايهاب جلال برنامج تدريبي جديد للاعيب الاسماعيلي عقب تاجيل مباراه سموحه، فهيغير تكتيك اللعب، هيغير طريقه اللعب، هيعمل نظام عايز يعمل النهارده في تدريبه اليوم اللي هي هتبقى 9:30، يعمل الفريقين على تقسيمتين، يقسم الفريق على جزئين ويعمل بينهم لقاء بينهم وبين بعض. ده بالنسبة لتغيير أو تغيير في تعديل كابتن إيهاب جلال في التدريب. طبعا بص بقى عشان إيه، كان في حاجة جدلية في اجتماع مجلس إدارة الإسماعيلي بتاع أول أمس. أنا يعني الخبر لما عرفته أنا يعني إيه في تشتت بين أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي، أو في مفيش ترابط، في اختلاف بينهم وبين بعض في وجود الكابتن إيهاب جلال. بيقول لك الإسماعيلي يبحث عن تدبير البديل في حالة رحيل إيهاب جلال. بيقول لك لو كابتن إيهاب جلال قدم استقالته فإحنا عايزين نشوف إيه الحلول اللي ممكن تحصل في حالة إيهاب جلال رحل عن الإسماعيلي. فطبعا في الاجتماع الأخير بين أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي حدث انقسام جزئي بين اعضاء مجلس الاداره. جزء منهم قال لك يعني ايه خلاص احنا ايه ايهاب جلال كده يعني ايه كفايه عليه، او ايهاب جلال كده يعني ايه دي تبقى مرحله مباراه سموحه المرحله الاخيره دي او مباراه النهاية لإيهاب جلال. وجزء آخر قال لك نديله يعني إيه نديله مهلة ونصبر عليه وما ناخدش يعني إيه ما ناخدش قرارات سريعة كده، يعني إيه إحنا عندنا ثلاث لقاءات في الإسماعيلية، يعني نديله المهلة، يمكن يعني أنت عندك ثلاث مباريات من تلعب استاد الاسماعيليه امام سموحه وفيوتشر وزد يوم 3 و14 و18 ابريل. بيقول لك يعني ممكن خلال هذه هذه الثلاث لقاءات نروح للمنطقه الدافئه في جدول الدوري والدنيا تتظبط ويبتدي المطوشه او
الجزء الثاني من الموسم، يكون في تعديل للكابتن ايهاب جلال، يكون في صفقتين ثلاثه يفوقوا الدنيا مع الاسماعيلي. ده كان كلام والانقسام اللي حدث بين مسؤولي الاسماعيلي و بيقول لك بقى في حاله تمسك الكابتن ايهاب جلال بالاستقاله. احنا لازم نحط كل حاجه قدامنا عشان نبقى عارفين الدنيا هتمشي ازاي. في حاله تمسك كابتن ايهاب جلال بالاستقاله، من سيكون البديل؟ بيقول لك من سيكون البديل؟ الاقرب ان يكون البديل المشرف على قطاع الناشئين ونائبه كابتن محمود جابر وكابتن اشرف خضر، سيكون بدلاء ايهاب جلال وحمد ابراهيم او الجهاز الفني للاسماعيلي. ده في حاله لو اصر الكابتن ايهاب جلال على الرحيل بعد تراجع النتائج وبعد وبعد وبعد. تمام. بس في مشكله تانية بالنسبه للكابتن علي ابو جريشه والكابتن ايمن سليمان، اكدوا ان مهمه عملهم تنتهي داخل النادي الاسماعيلي اذا رحل ايهاب جلال في اي وقت. انا مش مع الكلام ده. كابتن علي ابو جريشه يعني انت قيمه وقامه بالنسبه لينا وبالنسبه لجمهور الاسماعيلي وبالنسبه لعاشقي الكره البرازيليه. فانت يعني ايه مكانك حيوي، انت مكانك مهم، انت اللي بتديري الدنيا. فانت برضو ما يعني ايه تراجع النتائج وتراجع الفريق وتمسك كابتن ايهاب جلال بالرحيل ما يهزش كرسيك. يعني انت مالك، انت ليك وضع وهو ليه وضع، هو افسد او هو مش قادر يبسط او يفرح جمهور الاسماعيلي، مش قادر يعمل نتائج ايجابيه للفريق، مش قادر يخلي الفريق يروح للمنطقه الدافيه، مش قادر. ففي حاجات كتير ما تقارنش نفسك بيه. يعني انت ده وضع وده مش انت اللي بتلعب او مش انت اللي بتحط الخط او انت اللي بتختار اللعيبه. ده بالنسبه لي ما حدث في اجتماع مجلس اداره الاسماعيلي. نتمنى للدروش افضل، نتمنى للكره المصريه الافضل. والنهارده معانا مباريات وكتله من المباريات الهامه والناريه. طبعا النهارده افتتاح اسبوع جديد من البريمير ليج، عندك مباراه الساعه 2:30 نيوكاسل يونايتد وويست هام يونايتد، وفي الخامسه توتنهام ولوتاتون، وفي نفس التوقيت بورمونث وايفرتون، وفي نفس التوقيت في الخامسه تشيلسي وبراين، وفي السابعة والنصف استون فيلا وولفرهامبتون، وفي العاشرة مساء مانشستر يونايتد وبريتفورد. ففي لقاءات هامة في البريمير ليج، وفي مباريات هامة في دوري أبطال أفريقيا. بيترو أتلتيكو سيلاعب فريق مازيمبي الكونغولي، وفي الثامنة سان داون سيقابل يانج افريكانز، وفي الساعة 11 مساء 11 مساء مباراة هامة للتونسيين وللترجي التونسي واسيك ميموزا، وفي مباراة هامة في السابعة ونصف في الدوري الألماني وهي مباراة أكثر من رائعة، ستكون بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في السابعة ونصف. اتمنى الكل وصل معايا وعايز اعرف كم حريف وكم حريفه وكم محب وعاشق لبرازيل الكره المصريه وصل معايا لاخر الحلقه، عايز اعرف كم لايك هيوصل معايا لاخر الحلقه، وعايز اعرف كام راجل وصل معايا لاخر الحلقه عن طريق اللايك والتعليق اللي انا بنتظره منك. ما اقدرش غير اقول لك يا صديقي، انت عارف ان حبيبك اخوك حريف لديه مهمه هي الاصعب ولن تكون اصعب من ان احنا نتكاتف معا. ف عايزين نكبر، عايزين نكبر من اجل الكيان ومن اجل ان نعرف القنوات المنافسه كم عدد جمهور دراويش مصر دراويش العرب عن طريق اشتراك واللايك والسبسكرايب في القناه. فبشتغل منك كتير، واتمنى لكل حبايبي اللي وصلوا معايا لاخر حلقه، عايز اعرف انت ايه رايك في اجتماع مجلس الاداره اللي حدث، وايه رايك ان الكابتن ايهاب جلال يكمل ونصبر عليه الثلاث ماتشات زد وفيوتشر ومباراه سموحه، ولا الموضوع ينتهي سريعا؟
في انتظار تعليقك، في انتظار ان انا اتمنى للكل يوم سعيد، وما اقدرش غير اقول لك يا صديقي يوم سعيد. السلام عليكم.